الأصفر، راح نشوفكم شنو الألوان اللي دارجة هاي السنة وشنو الأكرة اللي كشون تأثر على الأظافر، الجل أكستيشن شنو تأثيرها، شنو أشياءها السلبية وشنو أشياءها الإيجابية على أظافرنا. خليكم وياي. هلا، شلونك؟ الحمد لله. ده يطور الدك على راسي، حبك يديك بالراس. مرحبا مشاهدينا، رجعت لكم مره ثانيه. الالوان اللي دارجه هاي السنه، تعرفون بدايه سنه جديده، والالوان اللي اكثر بنات هسه اللي يطلبوها حمارات، الماروني، الاتشويتي. بس اللي دارج هاي السنه وحسب ما قالت لنا خبره الاظافر انه الالوان الاحمر واللي يكون هيك بي جلتر مثل ما تشوفون هاي الالوان، الاظافر الشيب مالتها، القياس بالطول او القصر والديزاين مالتها يعتمد على شخصيه البنت وعلى ايديها، كل شيء يعني حسب ذوق البنت بالاخير. بس نصيحتي لكم بنات، كل ما يكون شيء بسيط ونازك يكون احلى، حتى ما يكون كلش اوفر. هسه راح اشوفكم انا شنو راح اغير لون اظافيري، خليكم وياي حنشوف اللون شنو راح نسوي. شاحتي يلا قل لي قوم ولا تفصل حمزي عسر حسوي لي ما قلنا مهم ما تيني نشيل الطبقة اللي ميتة اللي تكون بالجلد اللي بالأطراف، هاي ضرورية تنشال حتى ما تبين شكل الأظافر كلش ما حلو. فهذا بس تخلي لنا هذا ريموفر رأسا راح ينشال مثل ما تشوفون بهاي الطريقة. شوفوا شلون رأسا ينشال الجلد الميت، حتى لو ما كنت مسوية جل أكستيشن لازم كل شهر تعتنين بأظافيرك حتى أظافيرك تحافظين عليها. هسه احنا راح نعقم الاظافر حتى احنا من نسوي البناء ما راح تصير عندنا اي مشاكل مثل ما قلت لكم بالبدايه. هاي كلها مواد اللي نخليها حتى تحافظ على الاظفر مالتنا وعلى الجلد مالتها، الاظافر ما تكون كلش ضعيفه تتعب كل شيء، خاصه اذا مستمرين احنا بالجل اكستيشن يعني ما نشيله كل فتره، لازم نسوي هاي الطريقه. مثل ما تشوفون أنا كلش حبيت النتيجة وحبيت اللون والديزاين، وحبيت الشيب هاماتينا حتى ما يضايقني بالشغل بالبيت بأي شيء ما يضايقني، وطوله كلش مناسب. بس أنا اليوم اعتمدت على ذوق الخبيرة الأظافر، وطتني رأيها وحبيتها كلش بصراحة. والألوان لازم تكون هيجي الألوان الشتائية. اي احد يحكي لازم يجي الربع يشل. طبعا قبل لا اختم الفقره مالتنا، عندي نصيحه للبنات، انت اذا اكو اشياء انت تحبيها والالوان اللي تحبيها بس بالنتيجه ممكن تسويها على ايدك ما راح تعجبك او ما راح تطلع حلوه، لان لازم احنا نعتمد على لون البشره الايد والديزاين الشيب الايد هم لازم. فتتركين هذا الموضوع، اذا انت كنتي متردده تركين الموضوع للخبيره، هي راح تقدر تختار لك الاشياء المناسبه لك ولبشرتك وراح تطلع النتيجه كلش حلوه اكيد. طبعا نشكر صالون فيبروز لان اليوم احنا سوينا الاظافر يمهم. شكرا.